فخامة الرئيس الجمع الكريم، يلتئم هذا المنتدى الواعد في غضون ما تشهده المعمورة من تسارع غير مسبوق في إيقاع التطورات والتحولات العالمية، بما تفرضه من تغيرات حتمية في بنية المجتمعات والاقتصادات. ولقد أمست الفرص نتاجاً لذلك أكثر مما كانت عليه في أي وقت مضى، بيد أن طاقة استغلال هذه الفرص تتقاصر عن مصافي المتاح، بما يلقي مسؤولية جسيمة على مؤسسات التعليم العالي لتتصدى بعزم ورؤية محكمة لتجسير الفارق المشهود بين الفرص والقدرة على استثمارها. والجامعات في هذا المضمار تشكل الوعاء الأكثر موثوقية والأحدث منهاجاً والأوثق صلة بأسواق العمل وميادين الإبداع والإنتاج، باعتبار ما تجسده من محاضن الابتكار وأقطاب لمعارف العصر، مع قدرة ماسة على النظر الشامل المزاوج بين الإمكانات والحاجات الاجتماعية. ولذلك بات النظر إلى المستقبل واستشراف متطلباته ومآلاته أمراً لا محيد عنه، فمعيار نجاح جامعة اليوم هو مدى تسلحها بعلوم الغد، تلك العلوم التي تستوعب التطور التقني في تجلياته الكبرى، حيث تتلاشى حدود المكان والزمان ويضيق الفارق بين ما هو متخيل وما هو مدرك، لتحتل أوابد الذكاء الاصطناعي بؤرة التركيز في أفاق النشاط والاستثمار العالمي، ولتنطلق سفائن التجارب متجاوزة أديم الأرض إلى عالم الفضاء، لتصبح علوم الفضاء محدداً بالغ الخطورة والأهمية في تشكيل مسارات التنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق، فإن جامعة القرن 21 في دول الأعضاء ينبغي أن تتوافر لها شروط 4 تتيح لها تحقيق غاياتها لتواكب العصر في تطوراته ومتغيراته. أولاً، العمل بقدر وافر من الحرية والاستقلالية. ثانياً، تحقيق استدامة في مصادر التمويل. ثالثاً، القدرة على تخريج شباب مرتبطين بمهن الغد. رابعاً، بناء شراكات مستدامة مع كبريات المؤسسات الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية محلياً ودولياً. وفي كل ذلك يبقى الإنسان هو حجر الزاوية الأساس الذي تنطلق من قدراته تلك الأفكار، فينبغي على جامعاتنا الاعتداد التام بالتحديث التي تشهده العلوم الإنسانية والاجتماعية.